عشان كده خلينا برضو نروح لبعض التصريحات وجزء سريع كده من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، لان هو قال كلام مهم، وايضا كابتن سامي قمصان وايضا دكتور احمد ابو عبله كان ليهم تصريحات في غايه الاهميه بعد مباراه الاهلي بالامس وفوزه على وفاق سطيف. خلينا نروح نتابع. يعني الحمد لله، طبعا هي احنا عارفين ان المباراه صعبه مش سهله خالص، نتيجه المباراه الاولى مش سهلتها بتصعبها، لان برضو بتبقى الامور مش سهله، محتاجه تركيز عالي جدا جدا، وده اللي احنا قلنا عليه. بدانا المباراه بشكل كويس وجبنا جول، وبعدين اتعادلنا في الشوط الاولاني، لكن قدرنا ان احنا في الشوط الثاني ان احنا نرجع في اخر ثانيه. ايا كانت النتيجه وايا كان الموضوع، خلاص انت وصلت للنهائي، وده محتاج ترتيبات وتجهيزات وتفكير تاني خالص يعني.